السلام عليكم، نتمنى تكون احوالكم طيبه واخا بعوده الحجر الصحي عاوتاني. نتمنى ان شاء الله يرفع علينا ربي هذا البلاء في القريب العاجل ونرجع للحياه الطبيعيه. اذا توصلت بزاف ديال الاسئله بخصوص لا تراديكسيون سيونتيفيك، يعني كيفاش ناخذ واحد لارتيكل توتونونتي بي دي اف ونترجمو اللغه وحده اخرى، خصوصا حنا كنتعاملوا بزاف يا ما بين الفرنسي اونغلي، يعني كيفاش نترجم ما بين هاد جوج لغات هذا بواحد لوتي اللي سامبل وفي مده اللي هي قصيره. كنقترح عليكم ديب ال. ديب ال كاين ربما الباحثين اللي كيستخدموا لانه بان في 2017، وهذه فرصه للباحثين الجدد اللي مازال ما تيعرفوش. ديب ال سيتان لوتي تري بويسون، يعني فاش داروا المقارنه ديالو مع جوجل تراديكسيون او لا مايكروسوفت تراديكسيون، ديب ال الي بويسون بارابور ا اوزوتر اوتي دو تراديكسيون، و كتزيد لا بويسونس ديالو. علاش؟ لانه الي بازي سيغ لو ريزو دو نورون. دونك بلا ما نتعطلوا، انا قارنت لا تراديكسيون ديال واحد لو تيكست هنايا، غادي هو نيت نفسه لارتيكل اللي غادي نهضر عليه في هاد لا فيديو، قارنت ما بين جوجل تراديكسيون ما بين ديب ال، وغادي تشوفوا بان لا تراديكسيون ديال ديب ال احسن من جوجل تراديكسيون. الا بغيتوا توقفوا لا فيديو باش تقراو لي دو تراديكسيون وتقارنوا بيناتهم ممكن توقفوه، سينو غادي نبداو نشرحوا ديب ال. فوالا، دونك ديب ال اول حاجه غندخلوا السيت ويب ديالو deepl.com. فوالا كاين اون فيرسيون بور ويندوز اون فيرسيون بور ماك. يلاه مؤخرا زادوا هاد لوبسيون هادي، دونك جو كليك سير تيليشارجي غراتويتمون. جوبتيان ليكزيكسيون ديال logiciel. Voilà, je clique sur exécuter et comme vous voyez l'installation est très facile. Ou voilà, donc il y a l'identifiant d'Ali, il y a aussi Deep L Pro, je vais vous voir un peu. Et voilà, il y a qui connaît l'application ou le logiciel qui peut être facilement dans le Windows. Langue, il est détecté automatiquement. On a rien qu'à choisir la langue dont l'hybride le document d'Ali est traduit. Léa. Voilà, on va revenir à un article scientifique pour vous montrer comment le traduire. Là, on va entrer dans la science directe. On va écrire machine learning. Je vais vous donner seulement un exemple, review. Et voilà, tu as donné un article. ان ارتيكل بيان سور لي بيان، دونك غادي نجربو داك السيهاب نشوف واش مازال خدام. دونك غادي ناخذ الدي او اي ديال الارتيكل و غادي نكوليه في سيهاب بور اوبتونير هذاك الارتيكل غراتويتمون. فوالا، سيهاب هذا هو لو سيت ويب المحبوب ديال الجماهير، المحبوب ديال الطلبه الباحثين. دونك ها هو الارتيكل، ها هي الفونداتور ديال هاد لو سيت ويب، ها هو الارتيكل. تري بيان، غناخد لابستراكت وغادي نحطو في ديب ال بوغ فواغ لا تراديكسيون. هاد الريفيو راه هو اللي حطيت لا تراديكسيون ديالو في الاول ملي كومباريتو مع جوجل تراديكسيون، دونك بوفي ريفونير الديبي دو فيديو بور فوار لا كومباريزون ديال هاد لو تيكست هادي الى تخدوي اون فرونسي. جي لي لا تراديكسيون ديالو وكومباريتها مع جوجل تراديكسيون، سي فريمون زعما صراحه سي ميور كو جوجل تراديكسيون. Voilà, donc d'abord, غادي ناخذ le document en entier. انا تيليشارجيت هاو الدوكيمون. Voilà. غير هو هاد لوتي هذا ما تيقبلش البي دي اف دو فاسون، جو دوال غادي نحولو من بي دي اف لوورد. جينيرالمون انا كنستعمل هاد سمول بي دي اف. سمول بي دي اف كيعطيني الحق في دو دوكيمون باغ جور، انني نحولهم من فورما لفورما وحده اخرى. دو تيل فاسون انا هزيت لو دوكيمون حطيته في لو سيت ويب بور كونفيرتير اون ليني لو بي دي اف اون وورد. علاش كندير هاد لا كونفيرسيون هادي؟ باش نقدر ندخلو تلكيلي كما غادي تشوفوا
تلك لي كونفيرتير وورد، غنكليكي هنايا اي فوالا. هنا تيقول لي بان عندي دو فيشي بار جور غراتويتمون، جو تيليشارج اي فوالا. ها هو الفيشي عندي، لارتيكل تحول وورد، غادي نوريه لكم بوغ فواغ الشكل ديالو، غتشوف بان فريمون ما تبدلش كيما كان البي دي اف. فوالا لي كولور لي زيماج كلشي غير هو، ولا je peux l'éditer. Voilà, نقدر نكتب، نقدر نموديفي، نقدر كنقدر نخدم فيه بحال وورد عادي. فوالا دابا غادي نحطو في ديب ال، غادي نختار لا لونغ اللي بغيت يترجم ليها، هو كيديتيكتي لا لونغ سورس اوتوماتيكمون. اي فوالا ابري كيلكو سكوند انا حيت قطعت لا فيديو، ممكن ياخذ ان بو طون. من بعد voilà le fichier ديالي qui est traduit en français. OK ma chouchou, il a gardé la même forme que l'article d'origine et même les liens بقاو كيما هما les sources etc. voilà هذا هو le texte بقى كيما هو، mais il est maintenant en français. Voilà. C'est que si je veux avoir plus de fonctionnalités ou modifier le texte parce qu'il n'est pas éditable, on a vraiment marre comment faire pour l'éditer. Il a pris tout. On peut faire une vidéo là comment avoir avec DeepL Pro sans payer. حيت هذا اني با ايديتابل فريمون، انا حاولت نقيسو ما دونك دو تيل فاسون، خاصك الا بغيتي تنقل شي حاجه من هاد لارتيكل خاصك تعاود تكتبها، سينو تاخد هذاك ديبيل برو. هذا هو لوتي اللي هضرت لكم عليه اون بريف. ديب ال ممكن تخدمي به دي تكست، ممكن اوسي تخدمي دي دوكيمون تو اونتي اون فورما وورد او لا فورما بوينت. فوالا دابا ندخلو للسيت ويب ديال ديب ال بوان كوم بو فوار لي طاريف، شحال كيدير هاد ديب ال برو الا بغيت انا ناخد. كوم فو فوايي ايسي، هنا تيعطيني الخلاص سوا مونسيويل او لا انويل ديال لي باك، باك ديال تقريبا 6 اورو، باك ديال 20 اورو، باك ديال 40 اورو، حسب لي فونكسيوناليتي اللي فيه في هاد ديب ال برو. سينو كيما قلت لكم راه كاينه ان ميثود بور لافوار غراتويتمون. Si vous êtes intéressé, merci de me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vais chercher comment faire pour l'avoir gratuitement. On partage avec vous, bien sûr. Donc, voilà, en gros, c'est ce que j'ai dit pour le DeepL. Je vous conseille de l'utiliser ou de l'utiliser dans le cadre de Google Traduction ou un traducteur. Et bien sûr, si vous utilisez un autre traducteur ou l'idée de compétition à la DeepL, merci de le partager avec nous aussi pour باش نعرفو اكثر وباش نستافدو اكثر. وهذا هو الهدف ديال القناه، اننا نستافدو اكثر. بلاتي بلاتي باقي ما ساليتش اذا باقي ما درتيش الاشتراك في القناه، المرجو ان تشترك حاليا باش تدعمني، وكذلك واحد جيم هكذا كيخليني نعرف بانك استفدتي معايا في هاد لا فيديو هادي. و الى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله.